في تصرف خطير، قامت بعض صفحات الفيسبوك بنشر فيديوهات لأعراس من مختلف ولايات الوطن، منتهكة بذلك حرمة العائلات وخصوصيتهم. فيديوهات لم تكن لتنشر لو راقبت العائلات أبنائها وبناتها في استعمال الهواتف النقالة داخل قاعات الحفلات، خاصة وأن مثل هذا الفعل يعرض صاحبه للمتابعة القانونية. الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني باختلافها، وكذلك الصور خاصة لما نشوفها في موسم الأعراس، وهذا نتيجة لسوء استعمال الآلات الحديثة والتكنولوجيات الحديثة من قبل الأشخاص، لا سيما يعني أنهم يتجاهلوا أن القانون الجزائري في لا سيما قانون العقوبات يعاقب على مثل هذه الأفعال. هي ممارسات تنافي ما ينص عليه ديننا الإسلامي الحنيف، والذي يحثنا على الستر والحفاظ على أسرار العائلات. تخلوا هذه الحفلات بعض المظاهر التي لا ينبغي لها أن تكون في قاعة الاحتفالات أو في غيرها، منها التصوير، إعراض يعني عرض الناس، عرض. والإسلام كما تعلمون بأنه يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى النقاء، يدعو إلى المحافظة على عورة الناس، حتى ولو كان المرأة تحكي على صورة لزوجها فهذا غير جائز يعني، فما بالك بنقل ربما في وسائل التواصل الرقمي. نساء وفتيات في الأعراس كلهن زينة وفرحة، لكن سرعان ما تتحول الفرحة إلى فضيحة بسبب أشخاص يبيحون حرمة العائلات دون حسيب ولا رقيب. وللحديث